اهلا وسهلا يا اصحابنا. النهارده بنبدا فيديو جديد بثلاث العاب، بثلاث العاب جميل. اول لعبه لملوكه اهيت اللعبه الجميله ديت انت اسمك ايه؟ ملك. وتاني لعبه، لعبه جميله الله، لمين دي بقى؟ ياسين. ياسين. واللعبه الجميله دي بتاعت مين؟ انا يوسف. ايه رايك في اللعبه دي يا ملك؟ دي جميله. ممكن تعملي بيها ايه؟ ممكن امشي بيها. هي دي عربيه ولا بيتش باجي؟ كمان بتعمل بيتش باجي. ده بيتش باجي؟ وبتعمل انه اسرع. انه اسرع يا ياسين، البيتش باجي ولا العربيه بتاعتك؟ العربيه بتاعتي اسرع. العربيه بتاعتك اسرع؟ طب ما تورينا كده. طيب طب يوسف وريني كده. يوسف بتمشي اسرع ازاي؟ كده بص، بتزقها زقه كده هي تمشي لوحدها. واو جميله. يلا يوسف ورينا عربيتك. عربيتي انا بتعمل صوت زي الجرس، بصوا عشان يبقى تليفون، بس انا مش عايزه تقع يعني. واو جميله. بصوا عربيتي بقى بتمشي اسرع. واو خبطت في ملك. انا هاجي لك وانت واحنا نروح لياسين. ماشي. اصل هو حاسس ان هو دايما بعربيته. انا عربيه برزي ملحقه. اهو ياسين هناك اهو. ازيك يا ياسين؟ طيب ايه رأيك؟ انتوا جايين طب انتوا ممكن، انا كنت شايف ماكدونالدز ممكن تروح عليه. اوكي طب يلا نروح. يلا نروح ماكدونالدز. ياسين بالعربيه يا ياسين عشان عربيتي اسرع. طب بص يا ياسين، ايه رأيك تيجي نروح نعمل سباق؟ ماشي يلا نروح نعمل، نروح حته فاضيه ونعمل سباق.